بسم الله والحمد لله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة والنيرة. قال ربي في آخر لفظة الآية الكريمة 61 من سورة العنكبوت لارينيه، قال فأنى يفقون، أي كيف يعدلون عن التزام ما قالوا وقت اللي قالوا لم يلتزموا بما قال، يعني قادين يعبدوا في غير الله، يعني ما عادش اللي يعبدوا فيهم مش من الخالقين، اللي يعبدوا فيهم مش من الخالقين، اللي في الكعبة 280 و300 واش آلهة هما اللي خلقوا، هما لا وقت اللي خلقوا سوا وين سيرتهم الخلق، وين تتم جبتوهم جابوهم نحتين واللي يبيعوا القرض ويضحكوا على الشريف، وعطيتوا أموال لأنه هذاك إله واسمه كذا زلم لا تمسحكم الكرب، مسحكم الكفر والشرك، مسحكم ما عندكم حتى عقيدة صحيحة. وحال القرآن هو اللي ثبت عانى على تثبيت الإيمان بربنا العلام، والسلام علينا بالتمام والكمال.